كما كان متوقع، إقبال كبير وحركية غير عادية شهدتها معظم نقاط بيع الأضاحي بالعاصمة عشية العيد، كيف لا وأسعار المواشي أخذت منحنى الانخفاض. تقريبا يعني انخفضت ب 20% من قيمه الاولى، مثلا ماشيه تاع 4 ملايين الامراه دايره 3 ملايين ونص، تاع 3 ملايين راه دايره 2 ملايين ونص، معناتها يعني يقدر المواطن بهذا لي بري خاصه عندنا اللي يقدر يعيد عادي جدا. لا لي بري راهي زينه هنا، راهي السوق رخيصه، راه ناقص مليون، مليون ونص حتى 2 ملايين في الاضحيه تاع العام هذا، راهي خير من العام اللي فات. هذه واحدة، وزوجة لها كاين لك شوف الاستقبال كاين، المشترية كاينين، لا بأس الحمد لله. نوما موسومة راهي معقولة لهنايا، طاح السوق راه 28 29 30 31 32 تجيب واحد ديك الشباب، والحمد لله نوما الحمد لله يا أخي. الانتظار حتى الدقائق الأخيرة لاقتناء الأضحية كان خيار الكثيرين هروبا من التهاب الأسعار وجشع السماسرة. مازال فوالا راني نشوف، راني نشوف ونقارن ما بين الأسعار وما بين نقاط البيع. ومن بعدك اللي تساعدني نشري منها. كاين جهات وين نقص شويه، بصح كاين جهات مازالها سخونه باش ما نكونوا لوجيك. دوك الواحد يشري قيسو. كاين ديك ديفوليامات الاخرين يقول لك الواحد ينقص السومه، صح كاين جهات هنايا بارافور موال من موال، مي دوك كيما كنا نقصروا مع السخونه قال لك في خريسيه راه ما شاء الله بارافور السومه ناقصه اكثر. اللي كانوا يقولوا 6 ملايين ونص راه في 5 ملايين و200، 5 ملايين. اللي كان في 5 ملايين راه في 48، هذا واش كاين؟ ماشي حاجه كبيره يعني. ارتفاع جنوني هو ما ميز بورصة أسعار المواشي هذا الموسم، فلا تطمينات الوزراء ولا تصريحات المسؤولين كانت كافية لوضع حد للمضاربين والسماسرة.